السلام عليكم. استكمالا لموضوع القوائم، هنتكلم عن اشهر قائمتين اللي في الكائنات، القائمة الاولى الليست بوكس، القائمة التانية البوب اب منيو. اول حاجة عايزك تعرفها ان ده هو ده الاتنين واحد، كل ما في الامر ده بيطلع القوائم اللي فيه، الخيارات اللي فيه، دوت مش مطلعها. ده الملخص الحدودة. واحد، السؤال الاول ازاي هنكتب الاختيار؟ شايفين السترينج، شايفين المربع اللي جنبها بندوس عليه، كل اختيار في سطر، يعني مثلا هاي اي ام، كل خيار اختيار في سطر. هنا نفس الحوار، سترينج هاي هاي اوك، نعمل رن. وانا افترن زي ما انتم شايفين هاي اي ام احمد، نفس الحوار هنا، يعني بمعنى ادق دوت هو دوت. الليست بوكس هي البوب اب. انا بفضل البوب اب لو انت مش عايز تبين حاجه، لو انت مش عايز تبين او لو هي هتتخير، يعني مثلا انت لما تدوس على الراديو بوتون يوم يخيرك تقوم تخير الاختيارات، فدوت تفصيله هنا تخليها لو هي نفسها ثابته او انت ايه عادي يعني، فديت برضو على حسب مساج المستخدم المبرمج بلطه. بوب اب منيو، تعال نشوف نعمل ايه. هنقفل دوت وندوس هنا، ندوس ده كيمين. دوت الخاصيه بتاعته حلوه قوي، اسمها عادي، الخاصيه بتاعته فاليو بي بيساوي جيت هاندلس دوت، هو مسمي نفسه هنا ليست بوكس واحد كنترول سي فاليو، مكتدا انا سايب دي بوب اب، هناخد دي كوبي ونعمل رن. هاي هاي ام احمد هاي، وهكذا. تمام، هنا هيظهر ميزة حلوة قوي. ده عايز تعمل ايه؟ بص، عن نفسي في الحالة دي افضل ايه، استخدم امر سويتش. ليه سويتش بي؟ لان بدل ما اكتب اف بي ايكوال ايكوال 1 اف بي اس اف، لا 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 فوقك، بي سويتش بي كيس واحد، ونعمل مسج بوكس هاي كيس 2. ليه انا مستخدم سويتش؟ لان ايه، قيم بسيطة، قيم مؤكدة للفاليو، يا واحد يا اتنين يا واحد يا اتنين يا واحد يا اتنين وهكذا. لكن نكتب نقفل ديت لكن ديت ديت واحد اتنين تلاتة. اما الاف فانت لسه هتكتب اف اف استخدمها لو انت هتستخدم حاجات ايه، زي مثلا كسر عشري، حركة شرطية. في القايد يفضل في حالة الفاليو في القايد استخدمها سويتش وريح مخك. ليه؟ لان هي بسيطة. طبعا انا ما استخدمش الاف، لا حقك تستخدم الاف، لكن ليه تعاسب نفسك؟ بس عايز اعرف، بدل ما نقول else في الاخر بتاعت الاف احنا بنسميه هنا الاثر وايز. مسج بوكس ونكتبها ونقفلها بالانت عادي جدا. نعمل run هاي هاي هاي
فهي ده ميزه السويتش. السويتش ميزته ان هو بيسهل المهمه، بدل ما تعذب نفسك في ان انت تكتب و و و، لا هو هيسهلها لك. فدوت المنيو والليست بوكس. فاضل لنا ايه تاني؟ فاضل لنا ايه تاني؟ الطخ حاجه في الجايد والشوي. ليه هي الطخ حاجه؟ هتشوف دلوقتي. الراديو بوتوم كلير كلوز سي سي، ونعمل شايت نو. اول حاجه انا عشان اعمل راديو بوتون، انا ما ينفعش احنا نعمل اختيار ما بين اتنين، ادي راديو بوتون واحد وادي راديو بوتون اتنين. انا لو عايز اعمل تنسيق ما بينهم بنعمل كده، ندوس على شايفين المربع الاصفر ده، ده للتنسيق. احنا عايزينهم الاتنين على مستوى اللاين هوريزونتال ابلاي بس. هنسمي دوت الخيار A تاج A. هنسمي دوت الخيار B تاج B. ونعمل سيف. هنتصر ايه المفروض انا لو تخطي ايه اما كده تخط بيه تختفي، لكن في الحالة دي ما ينفعش، يبقى لازم في كائن كمان هيطاف اليه. ثانية بس. المهم نرجع نجمل، فيبقى ما ينفعش نحط الراديو بوتونز كده لوحدها، لازم نحط اول حاجة بوتون كروب. نحطه الاول بعدين نحطه الراديو بوتونز. تمام ندوس سيف. كنا بنعمل ايه بعد كده؟ وكمان لازم نحط بوش بوتون. نضيف بوش بوتون. حلو ندوس سيف. في البوش بوتون بنكتب ايه؟ البوتون الجروب اسم هنسميه، هو اسمه الطبيعي يوني بال يوني بانل. هنسميه شوز ذا تاج. السيلكتد اوبجكت هو ده الحاجات المختاره فيها، هو ده الخاصيه اللي هنتعامل معها. اما التايتل فهنسميه شوز. هندوس على راديو بوتون واحد، راديو بوتون نخليها راديو بوتون اتنين ديت تاج. عايز افرق ما بين التاج وما بين الاسم. ليه؟ علشان بس ما يحصلش لخبطه. نعمل سيفنج
حلو. بعد كده نعمل ايه؟ هنجيب الخاصيه اول حاجه في دوت في سيلكتد اوبجكت، هنعمل الخاصيه اكس بيساوي اكس بيساوي get handless. احنا سمينا الكائن دوت ايه؟ كان الخارجي choose handless dot choose backslash selected object. تعالى نتأكد selected object. تمام. المفروض من توس رام، اما احنا بندوس على ايه؟ ايات ادي بي. حلو، تعال نشوف ايه. اما توس على سرعه اكس ميس رقم اللي هو ايه ده، بي رقم بس مختلف. بس عشان اقول لكم سي، نعمل فورمات لونج عشان نوضح بس مدى الاختلافات. ونعمل رن تاني. تمام. 2.1.3.7 بي الفرق هنا كان ده 1.8.2 ده 1.8.3. تمام. نرجع تاني، انا عايز احول الرقم دوت لحاجه مفهومه للمستخدم او للمبرمج. انا مش عارف اقول له، مش عارف طلع من المقارنه، لا. فنعمل اكس، هنخليها المره دي واي بيساوي كت. تخيلوا هيكون كت ايه؟ زي ما انتوا عارفين اكس المتخيل ده دوت هنحطه هنا، والمره دي هيكون سترينج. ونعمل الرن بتاعنا واي بيساوي ايه. احنا مسمين التاج دوت راديو بوتون واحد، والتاج دوت راديو بوتون اتنين، لكن هنا طلع لي قيمة السترينج. فبالتالي يبقى لو احنا عايزين نشيل الحاجات ديت ونخليها سطر واحد، هندوس عليها اكس. شايفين الكت دي؟ هنقوم نقفل، هنقوم نجيب كت تانية ونقوم نقفل عليها. وعايزين السترينج بتاعها run b a b. فعشان كده انا ما بحبش، عشان كده ما بحبش الراديو بوتون. ليه؟ لانها خددة. لا، في خاصيتين ومسلسمة اوبشن ومحتاجة حاجات كتير. عن نفسي ما تستخدمش الراديو بوتون الا للضرورة القصوى، او لو ان هو الشكل الكمالي مقطع معاك. لو انت عايز تستخدم حاجة ان انت مجموعة اختيارات تخلي اليوزر يختار حاجة واحدة منها، انصحك بالمنيو ابسط، وما بتختار الاختيار على طول بينقل. لكن الراديو بوتون محتاج تحط قائمة، محتاج تحط بانل، محتاج تحط اصرار عشان يستدعي حوار. ما ينفعش تقوم تخلي الامر لوحده. دوت الاسبوع دوت مفيش شيت. ان شاء الله الاسبوع الجاي لو انتوا عايزين ان احنا نعمل مكالمة ونتكلم مع بعض، مفيش اي مشاكل عندي. بس كل ما في الامر اللي انا عايزه منكم، انا مش هتكلم على سكايب، انا هتكلم على التيم فيور 11. فلو انا احنا هنتكلم مع بعض، هنتكلم على الابليكيشن دوت. ما ينفعش النسخه رقم 10، لازم 11 علشان مشاكل بيهم. يا رب يكون شرحها عجبكم.